السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الله. برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية. نحن اليوم في بيت الحاج حسن عودة سلمان جوابرة أبو عامر الكائن في مخيم الحسن. اليوم هو الأحد الموافق 25/2 لعام 2006، وهذا المشروع يهدف إلى تدوين وتوثيق الذاكرة الفلسطينية والجهة المسؤولة عن فلسطين في الذاكرة palestinerimembered.com. يجري هذه المقابلة ركان محمود. أسئلة هذه المقابلة حاج تقسم إلى قسمين. القسم الأول يهدف لتكوين صورة عن الحالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لأهل قريتك قبل النكبة. أما القسم الثاني فيهدف إلى تكوين صورة عن معاناة سكان القرية خلال فترة الانتداب البريطاني والصراع مع العصابات الصهيونية، مرورا بزلزال النكبة الأليم وانتهاءا برحلة اللجوء والشتات. حاج تسمح لنا نباشر بأسئلة القسم الأول؟ اتفضل. بدنا إذا سمحت تعطينا اسمك الكامل. ايش قبل قلت لك حسن عودة سلمان جواب؟ مرة ثانية حاج وشوي شوي وبصوت عالي. حسن عودة سلمان جوابري. تاريخ ميلادك يا حاج؟ تاريخ ميلادي 32. 1932. نعم. مكان الولادة يا حاج؟ بعلين. بعلين. نعم. قضاء؟ قضاء غزة. نعم. غزة. الاسم الكامل للوالد؟ عودة سلمان. سلمان عيسى جوابري. والدتك؟ والدتي عيشة أحمد علي سالم. عظيم. جواب. عمي توافق على إجراء هذه المقابلة بإرادتك وتسعفنا بما تجود عليك الذاكرة؟ والله ما إن شاء الله ما بقصر عنك، أقدمك اللي منك إياه. على رأسنا. اللي أقدر عليه. طيب اسم قريتك يا حج؟ قريتي بعلين. بعلين؟ نعم. تتذكر ليش سموها بعلين أو بتعرف ليش سموها بعلين؟ آه. بتعرف ليش سموها بعلين؟ والله هاي سأل حد مرة حد عليها الجود. سموها بعلين ما بتذكرش أنا. ما بتتذكر ليش؟ لا. طب ما بتعرف ليش؟ ها؟ يعني ما بتعرف إنه مثلاً بعلين مثلاً إلها علاقة في الأرض البعل، إلها يعني في أي خلنا نقول مغزى من هذا الاسم؟ لا، هم لما راحوا من البلد مرسيب إيه العلاج وكون البلد هاي. قصدك أراخ المنشية؟ آه. نعم. يعني المشي صار بينه وبين قريبهم دموم على الأرض المراضي وراحوا كون القرية هذه. نعم. وسكنوا فيها، حاول يرجعوهم قريبهم على البلد ما رضوش. والدك مواليد وين؟ ها؟ والدك مواليد وين؟ والله مواليد أقدر أقول لك في ولا لا مش بأي سنة. مواليد بعلين؟ بعلينة. نعم. طيب حاج تتذكر عدد سكان القرية قبل النكبة؟ والله مش كثير. تقريبا يعني تقريبا في حدود 700-800 بس. طيب حج قريتك تتبع لأي مدينة؟ المدينة مجد الغزة. مجد الغزة؟ نعم. لغزة يعني تبع احنا مواضيعها فمصالحنا وكذا في المجدن، شايف كيف؟ نعم. لكن القضاء غزة الأراضي وكل طيب كله في غزة. في غزة؟ اه. الأراضي وشاور الأراضي. طيب غزة بأي اتجاه؟ كيف؟ من قريتكم؟ يعني أنت لما تروح على غزة بأي اتجاه تروح؟ باتجاه قريت من الجنوب للغرب. تيجي عن بلدنا. يعني هي إلى الجنوب من قريتك؟ اه من الجنوب. تميل للغرب؟ تميل للغرب. طيب كم كيلو تبعد عن تقريبا؟ تقريبا يا أخ عن غزة تقريبا أخ هنا على السيارة ما عرفش، بس هنا على الجمال ونحمل عليها القمح ونروح على غزة تحملك خمسة ونص. خمس ساعات؟ اه خمسة ونص على الجمال. اه على الجمل ونحمل رايحين نودي حب. نعم. آه. طيب حج أبو عامر. نعم. إذا تكرمت علينا بس تعرف القرية يعني تقدر توصف لنا إياها توبوغرافيا بمعنى أنها جاية على جبل على وادي بسهل؟ القرية؟ نعم. القرية بوصل لك إياها كيف؟ بوصل لك وأنا هيك من هاد ماشي.
نعم. بقي أنا طلعت من البلد والله يا يمكن يا محمد يا أخوي ركان بحدود 14 ونص هيك شيء. وأكثر شوي. أكثر شوي. ما دام 32 يعني 16 سنة تقريبا. طيب وصف لنا يا حجي. هي جاية على سهل على وادي على جبل. هي من الجهة الشرقية يحدها الجبل. جبال وخلايا. جبال وخلايا. المقصود أنتم ساكنين. إحنا قريتنا صفحة الجبل هنا. مسكننا من نوشرقة جبل وخلايل ومننا وغرب البحر سهل في الشيء. طيب العمار صاير على سفح الجبل؟ ها؟ عماركم؟ لا بيوتكم؟ لا بالسهل؟ بالسهل تحت الجبل. عظيم. طيب بتتذكر الأودية المحيطة في القرية يا حاج؟ هو اللي بتذكرها ليش؟ طيب تقدر تقول لي اياهم؟ الوديان. نعم الوديان. الوديان نعم. صلى على النبي. اللهم صل على محمد. من جنوبنا. نعم. واد. شو اسمه؟ هذا واد ابو الثلاثه يقولوا. واد بيننا وبين بركوسه واد ابو الثلاثه يقولوا. واد ابو الثلاثه؟ يقولوا. طيب هذا الوادي من وين مصبه يعني؟ اوله؟ والله ما صبوا مشرق بيجي من جهة من جهة منطقة الخليل وجاي هيك من شرق البلد. شرق البلد. طيب هو جاي إلى جنوب القرية. هو جاي جنوب القرية منه جنوب وبمرق من غربة ونازل شمال. نعم. هذا واحد. طيب هذا يعني ميته بالصيف والشتاء يا حج ولا؟ لا ميته شتاء. هذا بس بالشتاء. ميته شتاء. وقوي ميته قوية بتكون؟ ميته قوية والله يعني بالشتاء ميته. نعم. قوية. طيب غيره يا حج بقطع الخط. في عندنا وادي ثاني. نعم. الوادي الثاني هذاك بشمال البلد. شمال البلد. نعم شمال البلد برضو. شو اسمه؟ برضو هذا ما لوش اسم يعني لأنه من نفس ضواحي البلد. نعم. ومن الجبال من شرقه. نعم. وبظل طايح وبظل مهود ومغرب غربه. طيب. هذا ما لوش اسم عنده. وادي بس. وادي بس. الواد اللي منه شمال الثاني. نعم. بيقولوا له وادي برشين. وادي ايش؟ وادي برشين. هذا مي هذا في مية. برشين؟ بالنون اخر حرف يا حاج؟ برشين؟ برشين. عظيم. بنقول وادي برشين. نعم. هذا في مية. نعم. وهذا بيجي من شرقه من حجاز الخليل ودروسه وجاي وبهود بيجي على بلد تل الصافي جنبه وبيجي بينه وبينهم مغرب. طيب هذه الأودية اللي في شمال القرية. شمال القرية. في وادي ثاني. نعم. أبو وادي أبو هذاك وادي الحبل. وادي الحبل. أعطيك وادي الحبل. هذا برضو مجموع حنها الوديان هذولا بلتقن في آخر أراضي البلد. نعم. وادي بوشي بصير وادي الحبل وادي أبو الثلاث وادي البرشين هذا بصير كلهم في مشرب واحد بالتقن سوا. نعم. هذا وين بعيد عن البلد أكثر من ساعة. رجال بعيد عن البلد. طيب يا حاج. نعم. أكثر مرة. طيب هذه الأودية. اللي في شمال القرية. برضو فقط في الشتاء. بس إلا وادي برشين صيف شتوي. صيف شتاء. هذا كان في مي صيف شتاء. اما ذاك بس شتاء. طيب يا حاج. تقدر تحدد لنا قرية بعلين؟ حدود قرية بعلين. بحددها ليش لا؟ اتفضل يا سيدي. شمال القرية شو في؟ شمال القرية. نعم. من الشمال للشرق يعني عزاوي هيك بتيجي تل الصافي.
الشمال تل الصافي. من الشمال الشرق تل الصافي على نعم الصفية. نعم. من الجهة الشمالية. الجهة الشمالية بتيجي اذنبه. اذنبه. قرية اسمها اذنبه. نعم. هذه هذول القريتين من الشمال باعتبار. واحدة إلى الشرق. الشمال. واحدة إلى الشرق وواحدة إلى الغرب. بعدين بتيجي إلى قرية ثانية منها وغربة التينة. إيش اسمها؟ اسمها التينة. التينة نعم، هذه غرب هذه ها؟ لا منها برضو شمال أخرى، هي والمسمية منها وشمال. هاي صار أربع قرى منكم شمال. طيب ماشي. أربع قرى منها شمال. طيب من الجنوب. من الغرب بس. نعم. من الغرب تل الترمس. تل الترمس. طيب. من الغرب تل الترمس. نعم. بعدها بتيجي السوافير والجلالية. والسوافير؟ وشو الثانية؟ الجلالية. السوافير والجلالية. السوافير والجلالية قريتين. نعم. هذولا. هذول من الغرب. من الجهة الغربية. الجنوبية. الجنوبية بتيجينا صميل. نعم. وتشير. نعم. والفلوجي. والفلوجي. عظيم. وعلاج المشي. هذول من الجنوب. طيب. شرقي حج. من الجنوب. من الجهة الشرقية. نعم. الشرقية الجنوبية. أول إشي بركوسية. نعم. يعني على الجنوب على الشرق. وبعدين بعدها. ذكرين. نعم. ورعنا. ودير الذبان. ودير الذبان نعم. هذولا من الجهة الشرقية. من الجهة الشرقية. طيب يا عمي من الشمال أقرب قرية عليكم هي تل الصافي؟ من الشمال؟ نعم. من الشمال أقرب شيء تل الصافي. كم كيلو يعني بعيدة عن ال مشي أبو نص ساعة. نص ساعة. طيب. أقل نص ساعة وقت. أي نعم. النبة والتينة أبعد منها. النبة والتينة أبعد. عظيم. طيب من جهة الجنوب صميل أقرب شيء عليكم أحد؟ لا بركوسي من بعد من الجنوب من الجنوب مش من الشرق. من الجنوب. من الجنوب؟ أي نعم. من الجنوب بركوسي ما هي من الجنوب. بركوسيا؟ من الجنوب وهي صميل. أنت قلت لي بركوسيا من الشرق. من الشرق لجنوب. جنوب شرق. طيب. بركوسيا من الجنوب أقرب عليكم من صميل؟ أقرب ما فيش بنادي علينا بنادي على بدنا إياه من بركوسي بيجي برد علينا. بيننا إحنا عجبنا من هنا وهم عجبنا من بيننا وين؟ نعم. بيننا وين؟ ما فيش، يعني بقيت أنا حاط شغيلي عندي هناك حرسيني في الأرض وكذا عندي شايف كيف؟ يوم بدي اروح عند علي من الدار يجي من بلده من دارهم. طيب ومن الغرب تل الترمس. تل الترمس كم كيلو تقريبا؟ تل الترمس تحمل ساعة وشوية. ساعة وشوية. وذكرين من الشرق يا حج؟ ذكرين؟ نعم. والله ذكرين ما بدا يمكن بدا ساعة الا ربع. هذه اخر ايش عليكم من الشرق؟ ذكرين؟ نعم. لا من الشرق ما هي في اقرب منها هي يعني سوا هي ورعنا وكذا ساعة لربع بذلك. طيب يا حاج بدي اسالك عن الكبانيات يا حاج. نعم. كان عندكم كبانيات حواليكم؟ كبانيات عندنا خفيفة مش الكبانيات في المنطقة الشمالية كان اكثرهن. طيب ماشي انت احنا عندنا واحد هذه صارت جديد من قبل ما الهجرة يا الله يطال عمرك قبل هجرة 48 بس حوالي 6-7 سنوات. شو اسم الكوبانية هاي؟ اسمها سمرة. سمرة؟ هاي وبأي جهة جاية يا حاج؟ هذه من الجهة الغربية حكم. حكم؟ طيب هذه ملاصقة لقريتكم بأرض قريتكم ولا؟ لا ملاصقة لأراضي بركوشي. حجي بركوسيا في الجنوب. ما هي إلى أرض عنده. إلى أرض؟ إلى أرض وفي الأراضي البعيدة عند هذه بقوا فلحوها في بلدنا يبدروها. نعم. الأرض الكبانية نعم من بركوسيا
نعم ومن تل ترمس. ايوه لان حدودنا من تل ترمس اراضينا على ارحدهم وبركوزة على حدنا من هنا، هي الارض المستعمره من اراضي تل ترمس وبركوزة انشؤوها. طيب هذه المستعمره او هذه الكوبانيه، نعم، في بينكم وبينهم قريه تل ترمس بينكم وبينها؟ لا 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 ولا حاجه، تل ترمس هي المستعمره. يعني المستعمرة جاية بينك وبين تل ترمس؟ لا، جنوب تل ترمس تيجي. نعم. في جنوب تل ترمس بين تل ترمس وبين الجردية تيجي المستعمرة، منهم جنوب. نعم. إلكم حدود معها أنتم كقرية؟ إحنا لا. أراضيكم كقرية؟ إحنا مناش حدود مع أراضي في مع المستعمرة. مالكوش؟ لا. طيب كان في أي علاقة ودية بينك وبينهم؟ مع بين مين؟ بينك وبين أهل الكوبانية هنا؟ ولا إن علاقة معهم نهائيا. أبدا. لأن المستعمرة انتشرت جديد ومش ومناش علاقه معاهم وبعيد عن اراضينا. طيب يا حاج، ما يعني صار اي حاله عداء بينك وبينهم؟ لا لا لا، يعني ما كانش في علاقه، مناش علاقه لا وديه ولا عدائيه، ولا علاقه وديه ولا مشكله. طيب ما صارش بينك وبينهم اي تعاون زراعي او لا تجاري؟ لا ابدا ابدا ابدا، لا حرثت عندهم ولا حرثت عندهم ولا من بلا بنعرف عنهم شيء. طيب انت كنت تعرف حدا منهم شخصيا من اهل من سكان هذه المستعمره؟ لاني ما خشيتهاش. نعم. في حياتي ما خشيتهاش، ما رحتش عليهم مره، لان مش فارقين وماليش علاقه معها. نعم. ماليش علاقه. طيب حسب معلوماتك كانت في علاقات وديه بينهم وبين القرى المحيطه؟ بينهم وبين القرى المحيطه؟ زي تل الترمس مثلا او بركوسيا او اللي شر الأرض منها. نعم. في بينهم علاقات، يعني بروح ويجوا عليك لأنهم شر الأرض منهم ومستعمرتهم عندهم وبعرضيهم بنوها، طبعا لهم علاقة، بس إحنا عشان لا بعنا ولا شرينا مناش علاقة معهم نهائي. طيب يا حاج، قريتكم فيها كان طرق معبدة؟ ها قريتكم؟ ولا قرية ولا شارع ولا شارع ولا شارع. طيب لما كنتوا تتنقلوا بين قريتكم للقرى الأخرى؟ طريقة ترابية. 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 طريق ترمس ترابية. نعم. طريق تل الصافي ترابية. نعم. للذبة ترابية. نعم. لبركوسية ترابية. طيب. لصميل ترابية برضو. ولا الجدي كل ترابية فيش إن نخرج معبدة. طيب يا حاج. لما كنتم تروحوا لغزة. أو للمجدل حسب ما نملكوا. نعم. مصالح يعني. بنروح على تل ترمس. نعم. ماشي على الحمير. نعم. بنروح على الخيل أو على الحمير لتل ترمس. نعم. ومن تل ترمس نطلع القسطينة منها غربة. القسطينة؟ بلد اسمها القسطينة، هذه عليها خط يافا غزة. خط رئيسي. نعم. من الشمال بيجي، وهذا الخط بيجي من الجنوب بعد ربع وغزة وكذا. وبضل راي على يافا وعلى كذا وحيفا وعكر رئيسي لاخر فلسطين. نعم. ها سوته بريطانيا رئيسي. ها بنروح هناك على القسطينه في واحد له دار هناك، بني دار على الشفلت هناك على الخط، وبني دار عنده كذا، وعامل خان الله يعزك للحمير الخيل اللي بهذا، بنحط الحمير الخيل عنده فرخان. نعم. شاكيب عنده بنروح على يافا على غزه، هذا نقد غرضنا. نعم. وبتنا بظل ما يتعب ما يصير عنده ونرفع عليه الدراسه. طيب واذا انت حضرتك رحت على غزه بالسياره او بالباص؟ بالباص رحت. رحت. لانه اراضينا في غزه. الكل اراضي في غزه. اراضينا في غزه. اراضيكم شو مقصود في اراضيكم عمي؟ يا الكوشين الارض. ايوه قصدك دائره الاراضي. طيب. مصدر الاراضي. انت مرتاح ولا؟ لا مرتاح. مرتاح يعني ما في مشكلة. كويس تركها. يا الله. طب عمي تتذكر لمين كان الباص هذا؟ لمين الشركة اللي كان الباص؟ اللي الباص يودع غزة. نعم. والله شركة ولا شركة دامية. دامية ولا بامية؟ شركة بامية. بامية. اللي هو يعني صاحب الشركة اسمه بامية. الشركة كبيرة. كم باص كان على الخط حسب معلوماتك؟ والله ما بقدرش اتذكر هذول. طيب الباص بيجي مرة واحدة في اليوم ولا أكثر؟ لا الباصات متواصلات، زي ما تقول من يافا مثلا بيطلع من غزة. نعم. بيطلع الباص من غزة بيوصل مثلا
للمجدل. المجدل بقى فضل الباص هنا بنطلع في الباص المجدل يكمل اليافة. أنا قصدي طول اليوم شغال الخط ولا في أوقات محددة؟ الخط شغال ولا بنقطع ولا ثانية. طيب لأنه قرى مسافة بعيدة بين يافا واللد والرملة وغزة والمجدة كذا وقرى كثيرة والبازات بنقطعش نهائيا. طبعا كيف بدك تمشي؟ قطار كان في قطار في هذاك الوقت؟ بقى فيه. قريب من القرية في سكة حديد؟ المحطة؟ سكة حديد بس ما الانجليز هذا لما دخل الانجليز بقى شغالة القطار عدو تركيا. نعم. وتركيا مستعملة قبل الانجليز. مظبوط. الصورة هذه عدو الانجليز. السكك. السكك. هذه الصورة. مين اللي هدمهم؟ أهل فلسطين. يعني في نوع من المقاومة يعني. هدم فلسطين. طيب يا عمي ما كان حدا في عنده سيارات خاصة مثلا او خلينا نقول تركات او يعني في البلد ببلدنا ولا بلد ثانية؟ في بلدكم. في بلدنا ما فيش تراكتورات؟ لا مش تراكتورات بحت ولا بصرة ولا سيارات. سيارات مثلا شحن بكمات ببلدنا لا فيش. ما في بلدنا ما فيهاش. طيب وحضرتك حكيت لي بس شركة بامية اللي كنتوا تعرفوها. بتفضل منها عاد شركات ثانية ما بعرف ايش تنين. طيب يا حاج تتذكر مين كان يسوق على الباصات؟ احد السواقين مثلا تتذكر اسمه شيء؟ لا والله ما بتذكر. ما بتتذكر؟ لاني مش ساكن عندهم واحنا نروح على الخط نركب على الخط. نعم. ونروح ماذا مش يعني قريبين منهم في السكن او هذا اللي نعرف عنهم نعرف ايش عنهم. نعم يا حاج. والله ما نعرف. مش مشكلة. طيب يا حاج بدنا نحكي بالنسبة ل قريتك كانت فيها عائلات متعددة او اكثر من عائلة. فيها يعني الجوابرة في شيء اخر. فيها. طيب كنتوا حارات كل حارة فيها مثلا عائلة ولا يعني الناس مختلطة مع بعض؟ البلد. نعم. البلد الجوابري لما بتقول حارة واحدة مقعد واحد. العزازمي. طيب حاج بدي تذكرني اسماء العائلات كلها. عندنا اول عائلة عائلة الجوابري. الجوابري لهم حارة لحالهم يقعدوا فيها يجتمعوا فيها في الليل. طيب وين جايين في اي شمال البلد؟ شمال البلد. طيب ومين وجيههم كان هذاك الزمن؟ هذاك الزمن. نعم. وجيههم جبر حسن. جبر حسن. نعم. بعد ما مات جبر اجى ابن عبد الرحمن صار مختار بداله. طيب هو كان مختار برضه؟ هو مختار البلد ولا مختار البلد كلها؟ للبلد كلها. ما البلد ذخيره. طيب في مختار ثاني يا حاج؟ لا ما في هو مختار واحد واجى بعده ابنه عبد الرحمن جبر. عبد الرحمن. طيب غير الجواب عبد الرحمن مات برضه في البلد هناك واللي صار بعده طلع معانا مات هنا في الضفه عليه رحمه الله يا حاج. ايش غير الجواب مين في يا حاج كمان؟ في العزازمه. العزازمه. هذولا وين جايين في اي جهه من القريه؟ هذولا والله العزازمه مقسمين مغربه في منهم قسم وقسم منهم شرق. طيب مين وجيههم يا حاج؟ ها تتذكر شو اسم وجيههم؟ مش كثار بيطلع اربع خمس ست زلم سبع زلم. احمد محمود اسمه. احمد محمود هذا اللي قبله بقى وجيههم في الاول بس توفى انا بلحقوش. هذا احمد محمود ما لحقته انت؟ لا احمد محمود لحقته اخوه ابراهيم بقى قبله وجيههم مات ما انا ما لحقتوش عليه رحمه الله برضه. طيب غير العزازمه يا حاج؟ في عيني وعيت دار محمد. دار محمد. وهذول وجيههم مين؟ تتذكر وجيههم شو اسمه؟ وجيههم والله هذول جماعة عربة لكن بقوم يعني ما لهمش مقعد وما يقعدوا عند الجوابري يجوا ماري يقعدوا لحالهم مش يعني ما
لهم مش وجه يعني. طيب حد في غيره حدا؟ لا ما في. الرحوم هناك بس الرحوم اجوا اخري. الرحوم؟ اجوا متاخرين هذول الرحوم؟ هذول الرحوم اساسا من بيت عفه. من بيت عفه؟ نعم. اساسا من بيت عفه وكان بين بلدنا وبينهم نسب. نعم. هناك بيت عفه زي ما ممكن قال لي هناك هم كانوا رحوم. اهل بيت عفه ضغط عليهم شويه. انضغط عليهم. فاجوا عندنا سايبهم. انضغط عليهم راح باعوا اراضيهم اللي هناك واجوا عندنا وشروا وتوطنوا وصاروا مواطنين في بلدنا. نعم. طيب يا حاج كانت في حدا غير هذه العائلات؟ لا. طيب هذه العائلات الكبيرة والصغيرة كان لهم مضافات لكل عائلة ولا عضوين؟ والله فيه ده العزال بقى يعمل عندهم هذا ديوان والجواب اللي عندهم ديوان وهذا نعم بس دار محمد عندهم ديوان يعني بس خاص نعم مش لكل جماعتهم نعم بس هذا طيب بدي اسال يا حاج تفضل كان في مكان يعني مكان ساحة عامة مثلا الناس تقعد فيها داخل القرية غير الدواوين والمضافات في ساحة كبيرة وين تجي هذه الساحة؟ فيها وين جاية هذه الساحة؟ والله الساحات حوالي شرقة عندها ساحة كبيرة نعم ومن الشمال عندهم ساحة كبيرة نعم بس أما من الغرب والجنوب ما في الساحات أنا كل أراض مزرعية لا أنا قصدي كمان إنه في ساحة الناس تقعد فيها مثلا يستمروا فيها يلتقوا الناس فيها كيف زي يعني خلنا نقول فيها شجرة مثلا كبيرة الناس تقعد تحتها تلعب تتسلى فيها أو شيء والله هي فيها في المنطقة الجنوبية نعم زي ما تقول عشان أول عالي شجرة وفي هناك شجر سدر شايف نعم. كيف؟ يجتمعوا ويقعدوا تحتيها الناس يصيروا يسولفوا هناك والبيادر منهم تحت قولوا قربات عليهم من المنطقة هناك نعم طبعا من المضافات والدواوين شو كان استخدامها؟ ليش كنتوا تستخدموها مثلا؟ والله ما كنا نستخدم غير لم نلتم ونسولف ونشرب قهوة مع بعض ونسولف كذا بس يعني ديوان الجوابرة لأن المختار منه كان تدفع عليه الدولة أي الحكومة بدها الإنجليز من البلد إشي تدفع المختار نعم شو بدها إشي كذا كان مقرهم المختار المختار كان من الجوابرة طيب عمي الضيوف كانوا يناموا في الدواوين هاي؟ إذا جاكوا ضيف تنام فيه؟ الضيف ينام في الديوان فراش وقوت وأكل وشرب وبعدين يعني مش زي اليوم مثل هنا هاي مضارة شو اسمه الجواب شايف كيف؟ أجا ضيف فيها أجا 10 أجا 15 شايف كيف؟ قهوتهم وغداهم أكل ذبائح شيء على المضافة ودي نعم الأكل ودي على المضافة طيب يا حاج بدنا ننتقل لموضوع اخر حاج اللي هو الحاله التعليميه الحاله التعليميه والله احنا من دون خليني اسالك يا حاج كان في القريه مدرسه؟ مركوزي فيش فيها اكبر منا فيش فيها اجادي اصغر منا فيش فيها والله يا اخي ابن حلال يعني احنا اصغر اشي شايفينه عندنا مدرسه عظيم كانت اول اشي المدرسه يعني على الشعب كيف على الشعب يعني؟ يجيبوا مع بنينا مدرسة نعم القرية ويجيبوا شيخ واحد معلم يعلم بالحب نعم يعلمنا بالحب في السنة سنتين شايف كيف؟ نعم في السنة الثالثة حولوها لحكومة
طيب طالبوا بعثونا معلم على حساب الحكومة، وبعثونا وسوونا بقينا نقعد في الأول على الأرض على الحصن. نعم. بعدين بعثونا بنوك زي المدرسة العادية هذول خشب. نعم. خشب. طيب عم المدرسة وين كان موقعها؟ شمال البلد. شمال البلد. جنب البلد بشمال. طيب هذه المدرسة كان فيها مرافق أخرى؟ يعني كان تتذكر عدد صفوفها بالأول؟ ما بتذكرهم ليش لا. كم عدد بس الصفوف؟ ما كانت أكثر من زي ما تقول اليوم بيقولوا عن أول سنة وهذا، بس للسابع عندها. كانت للسابع. بس. تتذكر عدد الصفوف اللي كانت؟ عدد صفوف المدرسة تتذكروا يا حاج؟ الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. كان عندكم خمس غرف صفية؟ خمس غرف كان ولا كل؟ لا كلهم سوا. كلهم غرفة واحدة؟ غرفة واحدة، كلهم معلم واحد بيدرسهم. واحد؟ بس. طب بتتذكر شو المواد اللي كان يدرسها يا حاج؟ تتذكر المواد اللي كان يدرسها؟ بالضبط. يعني درست فيها أول شيء؟ درست أنا فيها، درست للسابع. للسابع؟ ما شاء الله. درست للسابع. طيب يا حاج، تتذكر اسم المدرس اللي درسكم فيها؟ واحد من رجل المشير هذا حساب علاج حساب الحكومة عبد الفتاح سويلم. عبد الفتاح سويلم. عبد الفتاح سويلم. بعدين أجا واللي قبله اللي كان حسابكم؟ اللي هذاك اللي قبله حسابنا من سميل. تتذكر اسمه؟ بتذكر هذاك اللي حسابنا الشيخ إبراهيم. شيخ إبراهيم. الشيخ إبراهيم وخليل الراعي هذول حسابنا. حسابكم نعم. بعدين أجا واحد بعدهم قبل بعد عبد الفتاح السويلم اجى واحد محمد سلامه حساب الحكومه هذا. نعم. وبعدها طلعنا. طب اللي حسابكم يا حاج؟ شو كنتوا تعطوه؟ نعطيه على الطالب قمح. تتذكر شو الكميه اللي كنتوا تعطوه اياها؟ كم الكميه يا حاج؟ والله اللي بتذكره يعني عدى بالمسحه. مسحة. ياخذ نعم على الطالب مسحة. المسحة قديش فيها؟ خمس طبقات. نعم. مسحة قمح ومسحة ذرة. نعم. على الطالب. نعم. طيب يا حاج شو في مرافق في المدرسة كان؟ شو في مرافق أخرى في المدرسة؟ لا يعني فيش غير غرفة بجنبها. للمعلم اللي بدي يعلمنا ينام فيها. نعم. فيش حمامات كان حمامات فيه. ملعب؟ ملعب ما فيش. ملعب على البيادر. على البيادر. على البيادر. البيادر سهل واسع وساحه نروح على البيادر نلعب، ما فيش ملعب معين. طيب يا عمي ما حكيت لي شو المواد اللي درستوها؟ شو المواد اللي كانوا درسوكوا اياها؟ والله درسنا كل شيء. تاريخ درسنا، والجغرافيا درسنا، وتربية درسنا، ودين درسنا، قرآن درسنا. نعم. طيب وحساب رياضيات كنا ناخذ. المعلمين اللي درسوكم كلهم من خارج قريتكم درسوكم؟ درسكم حدا من أهل القرية؟ لا كلهم درسوا من خارج القرية. من خارج القرية. طيب بعد السابع اللي خلص السابع يطلع برا. وين يروح يدرس بعد السنة؟ يا بروعة الصافي بلد كبيرة وفيها ثانوي. نعم. يا بروعة الفلوجة أيضا فيها ثانوي. والفلوجة فيها ثانوي. فيها توجيه، فيها هذا شو بقول قبل هذا قبل التوجيه مترك. نعم. مترك ليش؟ نعم. طيب يا حاج أنت حضرتك طلعت بعد السابع رحت درست؟ درست بعد السابع؟ لا أنا بعد السابع أبوي توفى عليه رحمة الله. توفى أبوي وأخوي الله يسهل عليه اللي هو أبو ليوسف. نعم. شايف كيف؟ قال لي تعال اطلع واستلم، أنت بكرة بتقفلي في الخط وبتقول لي بدي أرضي، تقسمني بتقسمني في، تعال اطلع اخدم أرضك. قالت له أمي الله يسهل عليها ويرحم موت المسلمين جميع. قالت لي يا أبو يوسف حط واحد على حسابنا من حصن، حط واحد على حسابنا خليه يقرا. قال لا يطلع عرضه واطلع لي عليه رحمة الله. الله يرحمه. اطلع لي ما كملت اكثر من هيك. طيب عمي نعم. البنات كانت المدرسة في القرية؟
بنات القرية؟ لا. ولا كان يدرسون في مدرستكم؟ ولا فاد ولا بنت درست ولدنا من قبل الهجرة، إلا غير بعد الهجرة. نعم. طب كنتوا تعملوا طابور صباحي يا حج؟ طابور صباحي. نعمل. للمدرسة أول نفوت. نعم. أي نعم. نعمل صفنا. نعم. والتمارين والأديات وشمال يعني بقى صفنا. كنتوا تعملوا نشيد وطني؟ بقينا نعمل. تتذكر شو النشيد؟ تتذكر شو نشيدكم؟ وشو نشيد؟ نشيد قديم في منه ولا نشيد ما فيش منه. شو هو طيب يا حاج؟ شو هو النشيد كان؟ إذا تتذكره. بتذكر والله طيب. والله أنا أسمع الناس أقول نشيد. طيب يا حاج. تتذكر عدد طلاب القرية المدرسة يا حاج؟ عدد الطلاب اللي في المدرسة؟ بتذكرهم. كم عددهم تقريبا؟ ما يزيدوش عن 25 واحد. ما بيزيدوا عن 25. بس مره قليله مدرستنا. تتذكر شو اسمائهم؟ اسماء حدد منهم؟ بعد. هاتف. زملائك. زملائك. توفيق. توفيق احمد. وخالد عبد الله. والله ما صلى على اسماعيل محمود. ومحمد احمد. ومحمد احمد الثاني. شايف كيف؟ وبعدين يا طال عمرك وعبد الرازق ومحمد محمود مصطفى وإسماعيل محمود مصطفى شايف كيف؟ ويوسف عبد الله عودي وحسن عود جوابري وهذا موسى محمد عبد نعمان محمد حسن يعني كيف مش عارفه بيت بدنا طيب كويس خلاص طيب مش عارفين عارف صراحة ما غيبتش طيب يا عمي المدرسة كان فيها حنفيات كان فيها حنفيات كان لا حنفية ما فيش طيب تتذكر حدا كمل دراسته خارج القرية؟ كمل دراسته خارج القرية راغب عبد الرحمن جبر راغب عبد الرحمن جبر هذا اللي كمل راح وين كمل؟ كمل في الفلوجي ثانوية؟ كمل من الفلوجي هو وابن عمه، ابن عمه ما ضبطش ورث أولاده هو كمل. هو كمل؟ طيب لما كنت تدرس في المدرسة على حساب المعارف. صاروا حطوا مدرس من المعارف. أيوه. كانوا يعطوكوا يعني قرطاسية، دفاتر، أقلام؟ لا دفاتر أقلام ما يعطوناش، احنا نشتريها. بس. ما كانش الحكومة تعطينا شيء. طبعا عمي كنتوا انتوا يعني في ال كنت كان لك زملاء في المدرسة عدد مجموعة كبيرة منهم. بتتواصل مع حدا منهم لحد اللحظة هاي؟ لحد الآن؟ بتواصل معهم بعرف موجودين يعني؟ والله فيهم موجود وفيهم مات. عليهم رحمة الله. ايش؟ طيب يا حاج. بدنا نحكي في موضوع ثاني يا حاج. تفضل. كان في مسجد في القرية؟ شو؟ مسجد. مسجد؟ نعم. لا والله. ما كان. لا ما كانش، بقوا يروحوا يصلوا في هذا في غرفة المدرسة. في غرفة المدرسة؟ يعني غرفة المدرسة باعتبار كانها جامع. كان جامع. طب كان في حد يرفع الأذان يا حج؟ الأذان كان يرفعه. مين بيرفعه؟ يرفعه واحد من البلد من الجواب. شو اسمه؟ شو اسمه؟ هذا جميل عبد الله جبر. جميل عبد الله جبر. وكان هو نفسه الامام؟ لا ما هو ما ضرير ما يمش بس يم الناس الكبار. يعني كان في حدا مشهور بالامامه؟ لا لانه ما في اي حدا يعني ما فيش مسجد معين رسمي. نعم. طيب لما يعني كان في ناس تروح على هذا يعني يرتدوا للمدرسة أثناء الصلاة يعني عدد كبير ولا عدد عادي؟ لا عادي عادي لا مش عادي لا مش جامع مش مسجد يعني يعتمدوه. نعم. طب كان في القرية أو محيطها مقامات لأولياء صالحين؟ في وين يا حج؟ منى وقبله
منها وجنوب. منها لا منها مش قبلة، منها وشرقة. منها وشرق نعم. منها وشرقة في هناك مدرسة مش اسمها شجرة، وكانت عندها أثر، منطقة أثرية. نعم. يقولوا في هناك يقول مقام النبي يعقوب يقولوا عنه. عند الشجرة هناك. وفي مدرسة تحت المدرسة اللي سوى مدرسة فوقية تبعت البلد. نعم. تحتيها مقام، مقام بنى عليه، مبنيين عليه بهالقية، وفيها زي القبر هناك زي يقولوا مقام النبي ديان. يعني طيب كانت الناس تتبرك فيهم، تروح تزورهم لا والله زيارة قليلة. يهتم، ما حد يهتم، كان ما حد يهتم ولا يهتموا في نظافة المكان أو لا أبدا. أول شيء القرية هذه المحل اللي تحت المدرسة دائما مسكر، ما فيش حدا يخش ولا حدا يجي ينظفوا. وأباك بالسهل غاد. طيب أصحاب طريقة كان موجود في القرية؟ ها؟ أصحاب طريقة. أصحاب طريقة؟ نعم. كان في واحد يقول الشيخ إبراهيم. نعم. هذا من نفس القرية ولا؟ من نفس القرية. نعم. ذاك يعني اللي بس أنا شيخ إبراهيم ما حضرتوش. أنا مات قبل وعيي. أي نعم. كان هذاك متصل ويعني يوم واحد يجي نعم يجي يسرق من زرعهم او كذا يعرف عنه. الشيخ ابراهيم ايش اسمه؟ الشيخ ابراهيم خليل. جواب له هذا؟ لا مش من جواب له، هذا من الشعبات. الشعبات؟ هذول الشعبات ما ذكرت لي اياهم انتم، عائله هاي شعبات؟ عائلتين مش عارف. نعم. الشعبات. طيب يعني هو الوحيد هذا اللي كان صاحب طريقة بس؟ كان له أتباع من أهل القرية؟ كان له أتباع من أهل القرية أي شيء؟ ما لهش غير قرابة له اسمه محمود نمر واسماعيل شعبان وحسين شعبان، هذول أتباع في القرية بس، ومحمد يونس. طيب في زوايا يا حج؟ زوايا في القرية؟ زوايا لشيوخ؟ لا ما في. ما فيش. طيب هذا صاحب الطريقة كان يدق العدة أي شيء؟ لا ما يدقش. هذولي ما انا ما حضرتوش. يعني كنت تسمع انهم كان متوفي بس بس هو يعني واصل. نعم. ربنا هذا يعني اللي يروح يسلك من زرعه يقول له فلان انت رحت سالت زرع الليله تبعنا. ابدا. ابدا. بكشف يعني؟ بجيبهن بترجع للمحله ولا بدي عليك وكذا يروح رجع لي اياه. هذا يقول اللي خرجوني اللي اختاري قبلهم. اما هذولي لا انا. دورك ما صار يعني؟ لا. طب دق ما كانوا يدقوا العده هم؟ بقوا يدقوا العده يجيبوا من برا من تل الصافي يجي يدقوا العده عندنا. واحد عنده ولد عنده كذا بده يدق له العده بده يدق له كذا شيء طهور غير وغيرات مولد كذا عندي يعمل. يجي الشيوخ من تل الصافي بعدتهم كذا ودقوا العده. طيب في عمل موانئ بعد انك نوقف استراحه ونتابع حديث ان شاء الله.